انا اصحابي في تجاره انجليش كانوا بيشتغلوا هنا وقالوا لي ان في فاكنسيز وكده، فقدمت في ايمرجنج ميديا. من اصحابي فيسبوك. انا في واحد صاحبي اخته شغاله هنا فهو قال لي على الانترفيو وجه. صحابي. من واحد صاحبي. بدرس في MIU ميجر ماركتنج. هندسة. بدرس تجارة انجلش عين شمس سنة تانية. I've great ألسن قسم إيطالي. تجارة انجلش عين شمس. Business Administration. الانترفيو كان سهل يعني، كنت حاسه فريندلي قوي. كان بيركز على السكيلز بتاعتي و حسيت إن الأسئلة بروفيشنال فعلا، يعني بيسال على حاجات موضوعيه فعلا تخص الشغل. هو اول انترفيو انا كنت متوتر لان هو اول انترفيو اعمله وكده، انا لسه سنه اولى، بس بعد كده الدنيا مشيت يعني عادي، لما التوتر اتشال اتكلمت براحتي يعني. لا لذيذ، مش اي مشكله. بصي، هو انا اصلا عملت 2 انترفيوز. اول انترفيو كنت ريجكتد بكل فخر، ابلايت تاني وعملت انترفيو تاني واي كود اكسبتد. استفدت من الفيدباك اللي انا اخذته في الاول، يعني كان في حاجات عندي بعملها غلط صلحتها في السكند ريفيو، كانت ايزي قوي عديتني. في الانترفيو ما كانش في اي حاجه خالص، بالعكس الدنيا كانت لذيذه. مع يعني اول فيرست انترفيو كان مع هنري، ما كان يعني ما كملش كلمتين لسه بيقول انترفيو يوسف، بعد قال لي يور جود سكند انترفيو. دخلت عملت سكند انترفيو، كان كله برضو عرفت نفسي وكان كله كلام عام يعني. لا كانت كويسه، وكان حاسس ان هي كانت فريندلي. بس كان نفسي شويه احاول ابقى مور كونفيدنت، اعلي صوتي عشان صوتي وطي، ان انا يعني ابقى لا تيك ات ايزي شويه. هو عادة ربع ساعة بس نضجت في 4 دقايق، يعني مش عارف ازاي. ساعة ربع ساعة يعني 25 minutes. Friendly جدا صراحة، و helpful كمان. إن هو الناس friendly، وحاسس إن أنتوا flexible، إن أنا عشان معظم الشركات ما بتسمعش إن اسمه إيه الطلبة شغلوا طلبة لما يتخرجوا، حتى لو في طلبة أيام الامتحانات ممكن يرخموا شوية، فأنت عندكم flexible إن أنتوا أيام الامتحانات تاخد أجازة عادي. ال flexibility اللي في الشغل إن في معظم الناس عارفه بعض، في بعمل صداقات مع كل الناس، حاسس الموضوع سهل وهاخد منه خبره كويسه قوي للشغل بعد الجامعه. حاسه ان انا already في my comfort zone، مفيش حاجه صعبه، مفيش حد رخي مثلا او حد بيغلب، الناس كلها هنا لذيذه، عجبني قوي الجو. عجباني ان هي شركه سيلز فليها علاقه بالميجر اللي انا واخده، فده اللي فارقها عن الشغل التاني كول سنتر والحاجات دي. حلوة. الناس هنا حلوة يعني، أي شركات شفتها تبقى ستريكتد، مفيش تعامل قوي مع الناس وكده، بس الناس هنا كلها عارفة بعضها وكده، فالجو حلو يعني في الشركة. هو عامة بشكل عام الدنيا تمام يعني، والناس هنا فريندلي جدا يعني. I like the environment in here. الناس تمام والناس بتتعامل بشكل كويس، مفيش فرق بين تيم ليدر وبين ايجنت، الدنيا كلها كويسة وكله تمام يعني. So far الدنيا تمام الحمد لله.